إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع. إخوان، في عنا فيديوهات قديمة جدا ما في عليها مشاهدات، بدنا نأخذ الإشي اللب الموضوع ونرد ننزلها وبدقائق أقل. طبعا فيديوهات حلوة وجميلة، لكن تعرفوا في فيديوهات أحيانا بتكون قديمة زمان وما في عليها مشاهدات. أتمنى إنها تعجبكم وأتمنى إنكم تتفهموا الوضع، يعطيكم العافية. طبعا يا أخوان، قصة هاي الأفعى، في عنا محل بيحكوا له مخراز، عنا في الداخل جوا عند الخواجات، بروح الناس هان بيشتروا السيارات هاي اللي بالمخراز، اللي هي بتكون عليها ضرائب محجوزة للبنك، إشي زي هيك، بروح بيشتروها، بكونوا حاطينها في كراجات كبيرة. فتيجي الأفاعي مرات بتدخل بتتخبى بالسيارات، بتفوت بسبات. هذا الزلم اشترى السيارة وشاف الأفعى وتوجه إلنا فورا، طلعنا له إياها. شوفوا وين كانت متخبية. أخبرني بس انا من شردو اليهود من الحيه. انت احنا بدنا اياك تيجي غادي يا جماعه. انا غاد ممنوع، معيش تصريح، معيش تصريح. هات الكماشه تحط لك كل شيء فيه. هاي براغي تاعت المطار تاعت المازدا. مهم على طول بطلع شرق واحد. وين العصاي؟ العصا بس دي بقى كيف بدها تمسكها العصا. اعطيني كرسي صغير بسرعه ما تكمل الناس تتحرك. كشاف الحي لا تشرد. ايوه بسرعه. الدريل ركب لي اياها ابراهيم. ها شو بدك تعمل؟ الدريل اللي عليه باكت بوكس 10 اعطيني اياه بسرعه. مناش تشرد تقلبنا. خليك شوي. شو بدك؟ فلك شوي. بديش تتكا حدا يكرر الكرسي. ايوه بس نزل البلاستيك. امسك شوي، امسك. ابعدوا لي لقاعد. مفكوك الدرل الثاني. اسحب لك هاي البلاستيك شوي. اسحب لك ايدك ايوه خليك هيك. ايوه خلاص هو عيدك. كيف عيدك؟ والله كبيره حاميه. بعدين طلع وين ابو عيسى؟ ابو عيسى شردك والله لا عيش محل خضرة عليه. معقول في غير هذا؟ قديش عمره هذا الجمال؟ هاي عمره بديس 15 سنة. هاي حي فلسطين. اجتنا من الرملة. من الرملة من عند اخواننا في الرملة. صورة جماعية ابو عيسى. كل الاحترام ابو عيسى. هاي فلسطين. هو عند كمية من واحدة مش تعمرية. هاي هو مدينة السيارة. لا انا شفتها.
يعني خطي بس تعيلها علاج بس خطرة بدك موضوع بس تخش شو؟ لا ما في لا بس حلوة. وين صاحب السيارة؟ رجعها السيارة سامع تاكل شيء نحطه في حالي ايش تقول تتفرجوا علي كاتين؟ وانت اعطوني قلم اعطوني اي شيء هو يا دكتور صار قلم كبير سطل يا جماعة اعطوني شيء وين هات القلم يا شباب قلنا سطل او قلم لا لا شو جوا؟ ماي ماي ولا ماي بسيطة ابغى طاي ايش ينفعش يعني اذا ما حيت فلسطين انت مفكرها مزحة تطلع تكرر اسمها هات بطاي لا ما اعطيني ايش خاصك القلم والله مفك عادي يا مفك مفك او دريل معبوز اعطيني ايش مفرقه هات المفرقه الدريل هات يلا سلام عليكم يعطيك العافيه الحمد لله على سلامتكم